مرض خشونة العظام يختلف عن التهاب المفاصل الروماتويدي، إذ أن مرض خشونة العظام يعد اضطرابا مزمنا في غضروف المفصل ولا يعد مرضا جهازيا، كما أنه ليس من أمراض المناعة الذاتية، في حين يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي أحد أمراض المناعة الذاتية، لذلك فهو يتمثل بمهاجمة جهاز المناعة لأنسجة الجسم وخاصة أنسجة الغشاء الزليلي. وقد تم اعتبار التهاب المفاصل الروماتويدي مرضا جهازيا لأنه يهاجم العديد من أجهزة الجسم إضافة إلى المفاصل بما في ذلك الرئتين والعينين والجلد. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله طاعتكم. احنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن المفصل الصناعي، في جزئية أبي بس تلاحظونها معاي، اللي هو المفصل الصناعي. إذا أنا عندي هذا المفصل هذا، لاحظوا الجزء هذا الجزء السليم، الجزء الثاني اللي هو متاكل هذا الجزء التعبان، فهذا يحتاج إلى تبديل مفصل. فالمفصل الصناعي، من المريض اللي يحتاج مفصل صناعي؟ هل كل مريض عنده خشونة يحتاج مفصل صناعي؟ طبعاً لا، في بعض الأشياء لازم تتوفر في هذا المريض زائد المفصل. افرض احنا انتهينا من المفصل يحتاج تبديل مفصل، واصل مرحلة خشونة للدرجة الرابعة، لكن المريض يطلع يمشي يتحرك يقضي حاجاته بروحه، كرمكم الله بالليل يقوم الحمام بروحه، ما ياخذ مسكنات وايد، فهذا أقول له ما تحتاج مفصل صناعي بشكل عام. ما تأخذ المريض جزئية واحدة، لازم تأخذ كل حياته اللي قاعد يعيش. هذا أقول له روح ليه ما توصل لمرحلة أنك من قادر حتى نوم ما تنام أسوي لك المفصل الصناعي، لأن هذا صعب أنك تقنع إذا سويت للمفصل الصناعي أنه فرق عليه. لازم يكون في وضع سيء جدا عشان يستفيد من عملية المفصل الصناعي. المريض اللي يحتاج المفصل الصناعي اللي عكس هذا، ما ينام بالليل وعنده فشل كلوي وعنده مشاكل بالكلى وقاعد ياخذ أدوية لو استمر فيها راح تؤدي ان المريض يحصل له فشل بالكلى. من المريض اللي يحتاج المفصل الصناعي؟ المفصل الصناعي مثل ما قلنا ان اذا عندك الجزئية انك تنام وتمشي وتتحرك، على الرغم ان الأشعة مبينة ان انت تحتاج مفصل صناعي، لكن عندك وظائف الكلى تعبانة، ما انت قادر ولا انت تنام بالليل ولا أنت قادر تطلع، وكلهم يطلعون لأن أنت قاعد بالبيت، وإذا طلعت تطلع على الكرسي يدززونك، فأنت من قادر تعيش حياتك الطبيعية اللي الأصول تعيشها، هني نسوي له المفصل الصناعي. المفصل الصناعي في مقاييس معينة تركب على مريض، ما تركب على مريض ثاني. في مريض نحط له مفصل صناعي بدون حديدة، في مريض يحتاج إنه يركب له مفصل بحديدة. شنو فرق هذا وهذا؟ اللي عنده هشاشة وخشونة أغلبهم نحط لهم مفصل مع حديدة صيخ أو صيخ طويل يدش داخل المفصلين، لأن عندها هشاشة عظم ضعيف مضطر أنه تحميه، لأن المريض هذا راح يعيش طول عمره بهالمفصل. في بعض المرضى يحتاجون نوع أكبر من هذا المفصل الصناعي، غير أنه عنده خشونة الأربطة عنده تعبانة، فنحتاج مفصل ياي منه وفيه أربطته، غير أنه مفصل صناعي الأربطة الجانبية معاه مبنية بنيان كامل معاه، فهذا يحتاج إلى عملية تبديل مفصل كامل بالأربطة اللي حواليه. المفصل الصناعي العملية ما تأخذ وقت، يعني تأخذ خلنا نقول نص ساعة إلى ساعة. أغلب العمليات اللي تجرى في الكويت المفصل الصناعي تحت تخدير نصفي، المريض صاحي يسولف معاك يتكلم ما عنده مشكلة، يروح الجناح بعدها محطوط بربيش ما يحس بالعوار، إبرة بالظهر نفس الإبرة اللي يأخذونها اللي هو بالولادات، المريض يمشي ثاني يوم يدوس على ريلة يتحرك في مسكنات للألم. إيش كثر يعيش المفصل الصناعي؟ المفصل الصناعي يعيش مع البني آدم العادي اللي محترم المفصلة من 20 إلى 30 سنة. ليش أقول محترم مفصلة؟ يعني هذا ركبت له مفصل صناعي
في بعض الأشياء يسويها، في بعض الأشياء ممنوع يسويها. يعني هذا ركبت له مفصل صناعي بيروح يلعب لي كرة؟ لا، يقول لي دكتور احتياط أو واقف أشوتك. هذا شلون تلعب؟ ريلك مفصل صناعي عاطل تلعب كرة؟ ما يصير. تصعد السلم ركض كأنك مو مسوي مفصل صناعي، تصعد ركض بالطرادي وصلوا هذا المسنة يقط نفسه وريله فيها مفصل صناعي، هذا يخرب المفصل مبكر. يعني هذا اعتبره ما احترم المفصل، فيبتدي المفصل يخرب مبكر، ما يوصل هذا العمر. أما إذا أنت محافظ عليه، داير بالك عليه، رياضاتك في وايد رياضة تقدر تلعبها، يعني مشي، سباحة، يعني جري ما أنصح بس على خفيف أوكي. شنو بعد؟ حتى تقدر تلعب تنس، سكواش شوية صعوبة لأن في شوية حركة أكثر. هو التقييم النهائي يعتمد على عضلات المريض بعد عملية المفصل الصناعي. هل أقدر أنزلك للصلاة؟ أقدر أنزلك للصلاة إذا ريلك قبل العملية تقدر تنزل. أما تقول لي لا فلان سوى وينزل، لأن هذا كان ينزل قبل. لا، إذا أنت ما تنزل بصعوبة صعب أن أنزلك. لكن على الرغم من هذا في ناس وايد ينزلون بعد المفصل الصناعي، يصلون على الأرض. امش، عيش حياتك، اطلع جبال، انزل، ما أمنعك، حياتك طبيعية. بعضهم يقول لك أنا أحط مفصل صناعي يزيد بالبرودة، يزيد بالحرورة، بالحرارة ومن هلا. كلامه صح، في بعض المفاصل التأثر أو أغلبها التأثر. لما بالمطارات، إيه بالمطارات تعطي ألارم عشان تذي أنت تأخذ كرت صورة الأشعة مالتك والبيانات كلها وبين الجرح اللي بريلك أنك أنت مسوي مفصل صناعي. هل في بعض الأشياء ممنوع منها؟ كل شيء أكله، كل شيء أخذه. شيء وحيد بس تدير بالك، لما يحوشك التهاب بجسمك لازم تأخذ مضاد حيوي، لأنه منطقة المفصل الصناعي منطقة ضعيفة، ممكن أي ميكروب ينزل بهالمكان. فنحافظ طول عمرنا على مثل اللي زارع صمام بالقلب، لازم حماية، مضاد حيوي، ما يهد نفسه بحرارة وهذا علشان لا ينزل الالتهاب داخل المفصل. خلصنا المفصل الصناعي، مشيت أموره طيبة. هل يحتاج يسوي عملية حق ريلة الثانية؟ هذا يعتمد. إذا ريلة الثانية فيها خشونة راح يدوس على ريلة الثانية اللي سويناها، مضطر إن نسوي عشان نحمي اللي سويناها، فيصير توازن، فيتوزع الوزن والثقل. بصراحة احنا نلقى الحريم، الله يحفظ حريمنا، الحريم عندهم المفصل الصناعي او عمليات المفصل الصناعي اكثر وايد من الرجال، لان الخشونة عندهم مثل ما قلنا بالسابق اكثر. العادات السيئة اللي قاعد يمارسونها اكثر من الرجال، القعدة طول الوقت، التربع، وهذا خطأ. زيادة الوزن وقعدة وتربع وماكو حركة تزيد الخشونة. تعال حق الريايل قعدتهم بالدواوين، قاعد متربع يوم كامل وكله مغلوب، والمشكلة إنه لما يقوم ما أدري ليش ريلي قامت تعورني. أكيد راح تعورني، السائل اللي داخل الركبة قل، الخشونة عندك جاهزة. الحين أنت دشيت بالخشونة ولا يمكن التعالج إلا عن طريق اللي هو يا أوبر يا اللي هو مسكنات، يا أما بالأخير تحتاج إلى تبديل مفصل. عشان تدي العادات السيئة اللي قاعدين نمارسها هي تسرع عملية الخشونة وتوصلك لنهاية المطاف اللي هو تبديل المفصل الصناعي. هل المفصل الصناعي هو نهاية؟ لا، مو نهاية. أنا أعتبر المفصل الصناعي بداية لحياة جديدة، لأن بعضهم يقول لك أنا أحط مفصل صناعي. لا، مو صح، حط مفصل صناعي لأنك أنت معاق، مع احترامي للكلمة هذه، أنت مو قادر تمشي، أنت قاعد تستخدم الكرسي المتحرك، العكاكيز. بالمقابل في حل انت ما تبي توصله لانه خايف، تعال دش اسال العالم كلهم اللي يسوي المفاصل الصناعيه، يحمل بعض المضاعفات كاي عمليه، لكن الاغلبيه الامور تمشي طيبه والامور يعني جيده بالنهايه. حر الكرسي يحب المريض، لما المريض يقعد على الكرسي يصير بينهم ود، فدائما يقول حق المريض لا تقوم، خلي جزونك، لا تقوم، نادهم، هذا انت ربيتهم عيالك، لا عليهم بالعافية، بس وخر عنه، ترى هو يحبك بس مو لله، يبي أنت طول ما أنت ماشي قاعد وياه. عشان تذي اللي هو قاعد نقول سو من الحين، لأن باكر توصل مرحلة تحتاج إلى تدخل جراحي، والله يعين الجميع. هو في شوية من الصحة أو جزئية معينة من الصحة أوضحها حق الناس.
لما تكون وحدة بنت تمارس رياضة عنيفة، هذه أنا أقدر أبصم لك إنها راح تدش بالخشونة. هذه الناس مو عارفتها، لأنه ينقلب شوية اللي هو الهرمونات الأنثوية تغير، فيصير عندهم لهم قابلية أن يحوشوا الخشونة. أما كرياضي يمارس رياضة وتحوشها خشونة، أعطيك أمثلة. لاعب كرة اليد هو يقط بيده اليمين يرمي الكرة وينزل على ريله اليسار. تخيل هذا لاعب 5 سنين وطول ما هو يلعب ينزل على ريله اليسار، ايش بيصير بريله اليسار؟ راح يصير فيها خشونه. اما كخشونه عشان قاعد يمارس الرياضه، لا. عشان سيدي اللي بوضحه، في بعض الرياضه بعض الالعاب اللي يلعبونها اي تدش بالخشونه نتيجه لطريقه اللعب. اما كرياضه ان توصلك للخشونه، لا. توصلك للهشاشه اذا انت قاعد تاخذ المكملات، الهرمونات، الجروث هرمون. الربع ما خلوا شيء الا خذوه، كله يبون يتفخون بسرعه، وخطا هذا مو صح. وقعدنا وايد وبلغناهم ترى كل شيء ممكن يصير معاك نتيجه الهرمونات، اللي هو ابسط شيء عندك العقم، بعدين نضيفه خشونه هشاشه، ضيف عليه اللي تبي. عشان كذي مو صحيح المقاله او المقوله اللي يقول الرياضي يتعرض الى الخشونه او الهشاشه. قلت لك انا في بعض اللاعبين نتيجة لطريقة اللعب اللي قاعد يلعبونه تعرضون حق الخشونة. صعب انك انت تروح توعي هالعالم إلا عن طريق جهاز مثل تلفزيون الكويت أو إذاعة أو إعلام أو أي إن كان. لكن في بعض الناس الحين قاميون بالعيادة علشان يقول لي شنو اللي مسموح لي دكتور، شنو وضعي أنا بمارس هالرياضة لمدة مثلا سنة، أبي أعرف شنو تسمح لي، أسمح لك على تريدميل أو ما أسمح لك. عنده مشكلة بالصابونة ما مشي على هذه، تاخذ الادويه هذه لازم توقف هالادويه، تاخذ الدواء الثاني، لان بتمارس الرياضه تعارض مع بعض المكملات اللي بعطيك اياها، فوزنك لازم ينزل. هالرياضه تنفع لك على وزنك وهذه ما تنفع لك على وزنك، لان ريلك لما توقف على ريل واحده انت قاعد تشيل وزنك مرتين، اذا وزنك 80 قاعد تشيل 160 على ريل واحده، طلعتنا على السلم، فما بالك انت قاعد تركض. انا لما اشوف بعض اللاعبين او بعض الناس يركضون على البحر وهو ثقيل، ودي امسكه ادزه اقول له لا تركض، انت شنو قاعد تنتحر؟ مو دائما اقول مو بيوم وليله تبي تصير سمباتيك، انت قاعد طول هالفتره الحين توك تبي عشان جاي الصيف تبي تسافر وتبي تطلع، لا. عشان تدي التوعيه تجي منكم تجي منا، احنا مستعدين باي جهه نتكلم ونوعي. لكن مهما توعي اذا هو مو حريص على نفسه ما راح يجيك الا لما يكون مجزوز على كرسي او عنده اصابه. يعني انت ما لعبت عمرك كره واليوم لاعب هجوم اللي عمرك ما شالوا رباط صليبي ورباط وغضروف وكل شيء، فهذه التوعيه وين؟ انت اول سخن بعدين العب، مو تلعب بعدين تسخن. فالتوعيه موجوده في كل مكان، اللي يبيها حتى بالنت يقدر يوعي نفسه. لكن اللي حريص حريص، لكن اللي ما يهمه نصيده بعدين بعد الاصابه. الخشونة أول ما تبتدي خشونة بسيطة، هي درجة أولى. نزيد عليها إحنا 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 هذه الصورة تقريبا لو خدتها هذه بالنسبة طبيعية، هذه بسيطة لو شوف المفصل، هذه بالنسبة متوسطة، هذه خشونة متأخرة. فهذه درجات الخشونة، خليني أشرحها لك. بالنسبة الخشونة تعتمد على إيش كثر باجي بالغضروف اللي موجود بين العظمتين. إذا الغضروف موجود بسمكة يعني وبس في عوار وأنت مو قادر، هذه خشونة مبكرة خفيفة. أو قبلها يصير هذا طبيعي، دخلنا بالخشونة العادية. المجال أو المفصل نفسه ضاد، صار ضيق أكثر من اللازم، هذه خشونة متوسطة. المفصل مسكر على بعض نهائي، هذه خشونة متقدمة وما لها حل إلا تدخل جراحي. هذه للحين أقدر أعالجهم اللي قبل، لكن هذه ما لها حل. يعني ساعات أقول حق المريض يقول لي أنا ما أبي عملية، شنو الحل اللي عندك؟ قلت له ماكو حل إلا واحد نقرأ عليها أنا وياك، غيره ما عندي شيء.
فالخشونة يعني هي مو جديدة من زمان. أنت شوف أول يشيلون صوابهم، لكن بالليل حتى عايزنا أو شيابنا أول بالليل ما يقدر يقوم، الصبح يقعد ما يقدر يتحرك، هذه خشونة. لكن يشيل يتحرك، أول ما تتحرك تخف الخشونة، لكن تعال قعد ما تقدر تقوم. عشان كذي اللي عنده هذه المشكلة يتحرك اليوم كله أو يمارس رياضة ويقعد، لما بيقوم ما يقدر أقوم، ما أقدر أقوم، ما يقدر يقوم، هذا عنده بداية الخشونة إذا ما أثبتت الأشعة أنه عنده خشونة متقدمة. في الختام أنا أتمنى أن كل اللي تابعوا وعرفوا أن الإصابة تي منك مو من اللي معاك، يعني اللي قاعد يلعب ضدك. عشان كذي لازم تعرف أنت شنو تبي، شنو قدرتك، لا تكون أكثر من تعطي أكثر من اللي عندك. يعني حتى أبسط شيء دائما أشبهه، لو الكرة طالت منك شوية وهذاك جاي، لا تعطي من نفسك لأنه راح يقطع الرباط الصليبي الأمامي والرباط الأكيلس اللي هو خلف اللي هو بكرشة الريل، وينقطع عندك حتى افتاقيك وانت للحين ما وصلت الكرة، وآخر شيء تلقى نفسك بالمستشفى قاعد يسلمون عليك وانت نايم. وأتمنى للجميع السلامة والصحة، وجزاكم الله خير.